سؤال بيقول إزاي أقدر أعرف الحلو والوحش اللي فيا؟ أكتر حاجة تعرفك الحلو والوحش مراية الإنجيل. قديس يعقوب شبه الإنجيل بالمراية، الواحد بيعرف هو حلو ولا وحش في المراية. المراية بتاعتنا كلام ربنا. يعني مثلا لما تذاكر متى 5 و6 و7 اللي هي الموعظة على الجبل، المفروض كلكم تحفظوها. لما تذاكر الثلاث إصحاحات دول تلاقي نفسك شفت نفسك صح. مثلا لا تدينوا كي لا تدانوا، ها بتدين الناس ولا لا؟ تعرف حلو ولا وحش. لما يقول مثلا لما تصلي ادخل مخدعك واقفل بابك وصلي لابوك، انت بتعمل الكلام ده ولا لا؟ لما تلاقي مثلا احسنوا الى مبغضيكم صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم، هي دي المراية. تقدر تعرف الوحش والحلو لما تحفظ الموعظة على الجبل 5 و6 و7 من إنجيل متى. ساعتها تبقى الصورة واضحة، ولو لقيت حاجة وحشة أقول له يا رب سامحني وغيرني.